السلام عليكم، في هذا الصف الخامس في أكاديمية التطبيقات الذكية تحدثنا في مادة العلوم عن ظاهرة انكسار الضوء. تحدثنا عن تطبيقات على ظاهرة الانكسار هي العدسات المقعرة والمحدبة. تعرفنا على خصائص الأخيل والصفات الأخيل المتكونة في كلا العدستين. اليوم رح نحل أسئلة الدرس صفحة 96. إذا نبدأ بالسؤال الأول، ماذا يحدث للضوء عندما ينتقل بين وسطين شفافين؟ ينكسر الضوء عندما ينتقل بين وسطين شفافين مختلفين. السؤال الثاني، أضع المفهوم المناسب في الفراغ. النقطة التي تتجمع فيها الأشعة الضوئية تسمى البؤرة. السؤال الجملة الثانية، سميت العدسة بهذا الاسم لأنها تفرق الأشعة الضوئية. أي عدسة تقوم بتفريق الأشعة الضوئية اللي هي العدسة المقعرة. الثالثة، انحراف الضوء عن مساره عندما ينتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر يسمى انكسار الضوء. ننتقل الآن للسؤال الثالث، أفسر ظهور الملعقة كأنها مكسورة كما في الصورة أدنى. طبعا شو السبب ظهور الملعقة كأنها مكسورة؟ اللي بسبب ظاهرة انكسار الضوء. السؤال الرابع، أقارن بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة من حيث صفات الخيال الذي تكونه ونوع البؤرة. عندما نعمل زي جدول نقارن ما بين العدسة المقعرة والمحدبة. أولاً بالعدسة المقعرة البؤرة تكون وهمية، صفات الخيال معتدل وهمي مصغر دائماً إن كان الجسم قريب أو بعيد. أما بالعدسة المحدبة فالبؤرة حقيقية، صفات الخيال إذا كان الجسم قريب فهو معتدل وهمي مكبر، وإذا كان الجسم بعيد فهو حقيقي مقلوب مصغر أو مكبر حسب بعد الجسم. السؤال الخامس، استخدم كأس ماء شفافة تكون قاعدتها مقعرة وأحاول رؤية الكتابة من خلال قاعدة الكأس. أعيد التجربة باستخدام كأس أخرى قاعدتها مستوية وأناقش زملائي في الفرق بين الحالتين. الآن إذا كانت قاعدة الكأس مقعرة يعني رح تعمل عمل العدسة المقعرة، إذا كيف ستكون الكتابة عندما تكون قاعدة الكأس مقعرة؟ تبدو الكتابة أصغر لأن صفات الخيال في العدسة المقعرة مصغر أصغر مما هي عليه. الآن إذا كانت قاعدة الكأس مستوية مستقيمة لا حدث عليها أي اختلاف راح ستكون الكتابة عادية، لا لن تبدو أكبر أو أصغر، ستكون عادية. السؤال السادس، إذا شاهد أحمد قوس المطر باتجاه الشرق ففي أي اتجاه تكون الشمس؟ أوضح إجابتي. الآن قوس المطر موجود بجهة الشرق، كيف هي تتكون قوس المطر؟ اللي هي مرور أشعة الشمس خلال قطرات المطر يحدث له انكسار فيظهر بالجهة المقابلة قوس المطر. إذا قوس المطر في الشرق، إذا الشمس ستكون في الجهة المقابلة اللي هي في الغرب. الشمس في الغرب، قطرات المطر في المنتصف بينهم، وقوس المطر في الشرق. إذا الإجابة في الغرب وتكون قطرات الماء بينهما. السؤال السابع، اختار الإجابة الصحيحة. الخيال متكون باستخدام العدسة المقعرة. الخيال الإجابة الصحيحة اللي هو با وهمي. خامس، كتابة الأسئلة على الكتاب أو على الدفتر، لكن الدفتر أفضل لأنه في عنا الجدول صعب أنه نكتبه على الكتاب، وبتصور لي دفترك وبتبعت لي على رقمي. يعطيكم العافية.